لإختاره فحسب. الأمر أسهل كثيرا على الوضع في الكلام. السهل. استمري. ماذا ستفعل؟ أنا أحذرك. ماذا ستفعل؟ أحذرك. في الواقع ماذا يمكنك أن تفعل؟ أخبرك. أرني ماذا يمكنك أن تفعل؟ اسمعي. هل تشعر بالسعادة؟ نعم بالطبع. وأنت؟ السلام عليكم يا أساطير، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقة Uncharted 4. من تولش عليكم برشا، حط أكل لايك ويلا نشوفه مع بعض. كنت أتذكروا البارح خرجنا من البحر وصلنا لهنا، شي مش نعمل بالضبط اليوم، مانيش عارف باش نشوفوا هذا مع بعض. باهي زعما وين باش نمشوا، نجربوا نمشوا لهنا. ما الأخبار؟ ما رأيك؟ استعادة؟ لآخر جزء. تظهرنا بشكل سيء، أحسن صورتكم. عندنا جانترا غادي، عصافير وتزقزق. شو يبحروا ذوكم؟ لا أوكي، زيدوا نكتشفوا. ثم كنز. شنية ذي؟ شنية ذيك؟ اوكي ده مو بش نمشو توا. اعترف بان هذه لم تكن ابطأ عمليات غوص رقبتها. مهلا، هذا اطراء، انا مذهول. لا اتعرف ما المذهل؟ رائحتك. لا اعرف يا رجل، يعجبني الامر، تذكرني بامي. يذكرني بامي. ظرفية حلقة اليوم باش تكون فكاهية. برا نجربوا نمشوا هاك. حسيروا لازمنا الكل ندور عليهم نحكوا معهم واحد واحد. هيا فلنرى ما أحضرت. فلنرى ما أحضرت. برا برا تبعوا. على أحد آخر في المقدمة. أستحق راحة. لا شكرا لك. أفضل الغطس على التواجد. نعم حسنا، في الحالتين سيمر بعض الوقت قبل الغطسة التالية. عم تتكلم ماذا عن يوم الخميس؟ بحقك لا، العرض منخفض، إنها مسحة، المنافسة صعبة. ثم سنادق هنا. ألا تشرفنا؟ صدق ذوما أنا ما جيبهم البحر البارح. بالتأكيد شكرا. بالتأكيد شكرا. مذهل، انظر إلى هذا، حصلنا على نحاس. نحاس. ستدهشك قيمة هذا الشيء، يدفع العميل الكثير لكل الكمية. ألا تريد إذابته لصناعة العملات؟ هيا بنا نحتفل. على حسابي. أذهب إلى الحانة؟ لا لا لا، ما لم يكن هناك تعويض. إن لم يكن لديك مانع سوف أنهي بعض المعاملات الورقية ثم أذهب إلى المنزل. هل أجلنا؟ حسنا كما تريد. اسمع، أحسنت اليوم. شكرا. الحلقة اللي فات شباب كان تفرجتوا فيها كان غاص تحت البحر، ثم كنز، دبر كنز، ثم كنوز، وبعد سنادق هذوكم طلعهم السفينة لفوق. معي هدية لك. معي هدية لك. ماذا؟ وصلتني أنباء عن ذلك الحطام على ساحل ماليزيا. لا. السفينة سليمة. حقا؟ الحمولة جاهزة. بالفعل شخص ملح. و وصلت أموال المعدات، نحن جاهزون باستثناء الرجل الأفضل، الرجل الوحيد الذي أثق به يشعر بالتردد. لم أشعر بهذه الثقة من قبل، أخبرني مصدرك هذا. أما تحس المخزن تاع القصة هذه وإلا الجو هذه شني؟ إنه هذي البطل، هذي البطل بش يعمل مهمات، ثم ميسيونات بش يعملها، وإحنا شي بش نعمله، إحنا بش نعاونه. لا لم يحصل على التصريح، لا أحد يحصل على التصريح. بالطبع لا. نيت، هذا في صالحنا، لا تصريح يعني لا منافسين، السفينة لنا. لا تصريح يعني مستحيل. نيت، هذه أموال التقاعد،
لكل منا. لا أعرف ما تريد، لكن لا أريد العمل في استرجاع الخردة وأنا في الستين. أفضل من السجن. اسمع، سأرفض هذا، فلترفضه أنت أيضا. خذها معك فحسب، جاريني. أنا لن أغير رأيي. فلتفكر في الأمر. بلغ كارلا والأطفال التحية. حسنا، لا ضغوطها يا نيد، فكر في الأمر. فكر في الأمر، خليه يفكر في عقله. أجريت بحثا عميقا حقا، خلصت مساحة البحث. خلينا نعاونوه في التفكير شباب. أوكي يلا رنجي برك باش نقعد نتفرج فيها برشا. ذي كيتها فارغة، تعدوا لي بعده. مكانك مع البقية. مكانك مع البقية اكزاكتومون. صح، اون في اوردينير. اوكي ثم حكاية لهنا. لما ما بالأ به. اوكي جمجمة. رانجي اوكي، ثم حاجة اخرى لهنا. تسلقت الاصل منك منذ سنوات. ثمش حاجة أخرى؟ ثم شيء؟ بزوكا؟ شنية ذي؟ فرانسيس دريك تلقى رصاصة بدلا من سالي. فيحكي تصوير اش فيه ذيك تحسه هو. اوكي رجح البلايس البسط. هاي رجع البلاصتها رج. مازال ثم حاجة اخرى. اوكي عملة اسبانية قديمة عثر عليها في غواصة المانية في وسط غابة. مريك وينتو؟ شامبالا. نفتقدك. تحس كتيبة وستيلو بالرسمي برجولية تربية والله. هذاك علاش قلت لكم راه جو اسطوري. ننصحكم شباب انكم تهبطوه اذا كان عندكم حاسوب قوي شوي شوي قوي شوي، مش برش ينجم يخدمها. وما فهمش حاجه اكيد يكتب لي في التعليقات شنو ما فهمش، واللي ما يعرفش كيفاش ينزلها على البي سي ايضا يكتب لي في التعليقات، نشوفوا مع بعضنا كيفاش ننزلوها، ما عندي حتى مشكل. اوكي يلا نتعدوا اللي بعده. رونجي باش نمشوا تو سي بون مفاتش. شوفوا نقوش حاجة لهنا حاجة لهنا حاجة لهنا. نورمال ما جاونا فيس. خلينا نخرجوا دونك. منين باش نخرجوا كيني شفت حكاية لهنا. لحظة ثم حاجة أخرى مازال. طيب سير فرانسيس دريك وألغازه المتحركة. هاي اوكي رج. كملناش منها الشامبر هذيا. ثم بستولي لهنا ثم بستولي. اوكي نعم شحب يعمل هذا شنية لازم هذاك. خذ هذا
هذيك سي بون. اوكي فراغ. هي مش نمش نعملو احنا فراغ هو. هي مني مش نعبوه الذخير. علاش مش كمان فري فاير بعد ما توفى اليوفا الكرتوش نضربو بالبوني ولا نضربو بحكاية. جربوا نلعبوا الذخيرة. هيا 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 اوكي به. شي مش نبقوا فيها برشا ذي ما فهمتش. مين مش نلعبوا الذخيرة تو. اوكي بزيد نلعبوا ذخيرة مرة اخرى. اوكي احنا مش نبقوا نضربوا ديما في هيك يا اخي. هذي ما ضربناهاش. ذخيرة مرة اخرى. منين مش نلعبوا الذخيرة منين مش نلعبوا الذخيرة. مين مش عبوه الذخير؟ نعم في الحال. لحظة ثم حاجة هنا. حسنا انتهى اللعب. دروج. اوكي الى اللقاء. هز سلاحك يا ولدي. باهي لحظة هز. اوكي اوكي فراغ الكرتوش زينا ملعبنا. خلينا نمشو نرجعو لبلاصتو. اوكي باش نمشو توا. ثم حاجة. اوكي قتل الكثيرون لقطعة من هذه. لما موت عديت على حاجة اخرى. لحظة بركة برا نحلو هذه شنية. لا شوفوا اللي بعد. شكرا على لا شيء ايها القديس دزمة. اوكي حب نعرف الدروج هذا وين يهز. باهي لا علينا نزيد نشوفه في الشامبر نلقوش حاجة أخرى. أوكي كانت هذه مغامرة جنونية. لحظة في حكاية. أوكي حياة أخرى سريلانكا. اوكي هذه ما تدورش. اوكي بيه لما ما مرة واضحة حتى نزلت ثم حاجة اخرى. اوكي لم يعد طرازي المفضل.
هيدور الكرسي. اوكي ما عرفش عاد البي سي هذاك جيمر ولا لا يا شباب. باهي وين باش نمشي توا مانيش عارف. حسوا السر الكل هنا انا في الدروج هذاي. لحظه خليني مش نتسكش فتره. باهي عرفته قلت تكون كذا حكايه لنا. باهي يلا خلنا نهبط. اوكي هبطت الدروج برج ليه تحسوا عبد بالرسمي. خلينا نشوفوا لهنا هذا شنو. كفو والله كفو. شوف معناها تحسوا بالرسمي في مرايه شا ما يجيبش يضرب البوني ولا يعمل حكايه. ايه لا ثم شكون غادي. على فكرة يا شباب راني أول مرة نلعبها. ما لعبتهاش في البلاي ستيشن قبل. أول مرة نلعبها بالبي سي يعني أول مرة نلعبها. أما بصراحة أول مرة نلعب جوكي هكا معناها أول مرة نلعب جوكي هذا. بشني باش نعملوا توا. باري قاعد غادي خلنا نقعدوا. مزدت ثم حكايات. أوكي. اها استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حاشا الشر. لا انا ما ينحوا اللقطه ذي. باهي شنو هي ذي. يشرب. تو نجمو نقعدو. اوكي اوكي يلا اجلس اجلس. انتهيت حسنا. هل انهيته؟ نعم. انه طويل ومليء بالاخطاء الاملائيه ولكن ما بنعرف شكون هذا. انا جائعه. يبدو شهيا. اذا كيف يومك؟ ماذا؟ لم افهم اي شيء. اسفه. أنا آسفة. كيف كان يومك؟ كان جيدا. يوم نموذجي في الفردوس. أنا أخرجت بعض القمامة من النهر. نعم على الأقل سبح. حتى قليلا. هل وجدت أي قمامة ملفتة؟ بعضها. وجدت شيئا رائعا، شاحنة من بدايات القرن. حصلنا عليها. المواطنون يسمونها مقطورة. يا إلهي. كان شيئا مملا للغاية. أخبريني عن المقال. حسنا، بدا كبعض الكلمات عديمة الأهمية عن السياحة في بانكوك، لكن أعتقد رأيي في الموضوع لن يعجب المجلة لأن الجميع بدأوا على الفور في التعليق عن مدى قوة الضباب وكأنه كان كالضربة في الرئتين مثل لحظة الخروج من الطائرة. لذا تحول الأمر وأصبح رثاء. ماذا؟ أين أنت؟ أنا هنا وأطعن بالشوكة. ماذا؟ استمري. كان كلامك مثيرا. نعم مثير. عما يدور؟ ماذا؟ هذا المقال؟ الرحلات في بانكوك التي تواجه مشاكل بسبب الضباب ولا يمكنها الهبوط. واو كان تصرفا شجاعا. لقد كنت في الملعب. حسنا في ولاية مختلفة لكن نعم كنت في الملعب.
جيمسون سألك عن عملية ماليزيا. جيمسون دائما يسألني عن ماليزيا. اسمع يا نيت، أعتقد أن عليك قبولها. أتعرفين، لا أريدها حقا، فهو ليست لديه التصاريح، واتفقنا بأننا لن نقبل مثل تلك العمليات. حسنا، لكن الأمر لا يستحق. الأمر لا يبدو خطيرا لدرجة كبيرة، إنها مجرد تصريح فحسب. مستحيل. يمكنك الاتصال بسوليفان. لم تره منذ كم سنة؟ سنتين. لا أريد التحدث في هذا. حسنا، لا ترفض هذه العملية بسببي. أنا أرفضها بسببي أنا، مفهوم؟ أقدر المبادرة، لكن سأذهب الآن وأغسل الأطباق. كلا، سأغسلها أنا. لا، انتظري. غسلتها أمس. لا، أنت طبختي، سأنظف أنا. أعني على الأقل، على الأقل دعيني أحاول استحقاق هذا. دعيني ألاعبك. ستلاعبني على هذا؟ نعم، لعبتك التلفزيونية. أراهن بأنني أستطيع تحطيم رقمك القياسي. تعتقد أنك تستطيع تحطيم رقمي القياسي في لعبتي؟ نعم، أخفتك. أنت حتى لا تعرف اسمها. أنا لا أحتاج لمعرفة اسمها، رأيتك تلعبينها. صحيح. فبها جري وقفز وأنا موهوب. شباب، لهني على ذكر اللعبة بشلعبها، بشلعب وتو جو. أنا برجولية. والله العمل برجولية، العمل الجو هذية ماهوش عادي، والله ماهوش عادي. معناها جو فاست جو. باهي، ما نحرقلكمش الأحداث شباب، أما نشوفوا مع بعضنا جو بشلعبها. أوه حسنا، أيها المغامر. بلئة. حسنا، شاهدي وتعالي. كف والله، كف 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 كف. وشوفوا الجو شتي مش يلعبوها شباب. شوفوا الجو. لا تحتاج إلى تحميل. بلاي ستيشن. نعم. أوكي. هذا يستغرق طويلا. أنت عديم الصبر. عند تشغيل شيء نتوقع أن حسنا. كراش باش شباب، بالله شكون اللي وصل للجزء هذا يكتب لي لو تأسك لعبها كراش باش ولا لا. كراش يا حسرة، أيام زمان، أيام العز. كيف أجعلها تعمل؟ أوه كف والله كف. أعرف حسنا، أعرف حسنا. عليك الجري تجاه الكاميرا. لا، هم كان زادوها حاجة، عرفت، كان زادوها حاجة برك، اللي هي ما نقولش احنا اللي باش نلعبوها. امبوسيبل. لا لا لا، هم انا حبيت يمكن عملوا حاجة بركة، معناها احنا اللي باش نلعبوها. هو توا باش يلعب الجو، اما ماهوش نورمالمون، ماهوش هو باش يتحكم فيها نورمالمون. كان خلونا احنا اللي نساعدوه باش يلعبوها، معناها احنا هم اللي باش نلعبوا الجو. وقتها تجي أسطورية عالمية. مانيش عارف، ممكن احنا نلعبوها، ما جربتهاش الحق، مازلت ما جربتهاش. عندي عليها فكرة صحيح، اما ما جربتهاش. باش نجربها كيما قلت لكم، اني باش نجربها اول مرة معك. تسعة وثلاثين هو برشا وقت. تسعة، سبعة وثلاثين، فين، ستة وثلاثين، خمسة وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، اثنين وثلاثين، واحدة وثلاثين، ثلاثين، تسعة وعشرين. لماذا تلعب هذا؟ لأنني بارعة فيها. لماذا يحب الناس ألعاب الفيديو؟ لا لحظة 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 شباب، شنو هذي ذولي؟ احنا مش نلعبوها، احنا مش نلعبوها، احنا مش نلعبوها. على فكرة، علش انا معناها بقيت الدورة والمربع؟ عنديش دورة مربع، نلعب بي سي احنا يا ديك رب. اوكي، لماذا تطاردني؟ احنا نلعبوها بالرسم. معناها خممت وجي صحيح، خممت وجي صحيح. احنا اللي نعاونوه باش نلعبوا اللعبه هذه، دونك احنا اللي باش نلعبوها، وفعلا ظهرت صحيح، احنا باش نلعبوها. اخر محاوله. اوكي اوكي اوكي، باهي لحظه، خلينا نشوف كيفاش يمشي يمين ويسار. باهي، ابهام اليد اليمنى.
يدور زاد. اوكي اف يدور اكس. اكس باي ارجع هكا. اوكي هذي هكا هذي هكا لا هذي هكا ايوا هذي هكا مليك. كيف شفت نقزو تاو؟ ماذا؟ انتهينا؟ انتهينا؟ كنت متغطرسا. كنت متغطرسا. لا برجولية لحظة لحظة. برجولية حيلو علينا. تو هو يلعب فيها بلاي ستيشن، واحد نلعب بي سي حط لي اكس مربك مش نلعبها. يمكنك المحاولة الثانية. هيا دع فرهاني أو لا شيء. أجل التنظيف. هل ستبدأين نعم. الاستهزاء بي الآن؟ هناك وضع يدعى بالوضع السهل اختاره فحسب. الأمر أسهل كثيرا عن الوضع السهل. استمري. ماذا ستفعل؟ أنا أحذرك. ماذا ستفعل؟ أحذرك. في الواقع ماذا يمكنك أن تفعل؟ أحذرك. أرني ماذا يمكنك أن تفعل؟ اسمعي. هل تشعر بالسعادة؟ نعم بالطبع. وأنت؟ تعال. ليه كان نقول لكم بالحق هذه ما كنتش نتوقعها ما كنتش حتى كانت لقطة غير أخلاقية تو. لا حول ولا قوة إلا بالله. قصيتها في المونتاج شباب ديزولي. يلا نكملوا يلا. بو على فكرة شباب الحلقة هذه ما حبيتش تكون طويلة برشا برشا. بو نص ساعة به نص ساعة نصورها به أكثر شوي. نفتح بعض. المكان مغلق. المكان مغلق. كفى يا رجل. حسنا أنا قادم أنا قادم. أحمق. أيمكنني مساعدتك؟ أجل أنا أبحث عن أخي. إنه نفس طولك نحيل عنك قليلا لم يكن شعره أشيب مثلك. هو سام. سام تسرني رؤيتك يا نيثان. أخوه هذين رومان كانوا مع بعضهم في الحبس ومن بعد هرب ميثان وبقى أخوه في الحبس من بعد بريود. هذا يا أخوه جي لوج عليه قل لوج على أخويا نفس طولك ونفس كذا قل له سام عرفوا أنه أخوه. يا إلهي سام. يا إلهي باي شباب حبيتها تكون حلقة اليوم مثيرة شوية. غدوة إن شاء الله نكملوها وغدوة إن شاء الله نعرفوا شنية بش يصير.